حلقة جديدة من البعد الآخر أهلا بكم بعد عقدين من الحرب العالمية على الإرهاب نشر الكاتبان الفرنسيان مارك هيكر وإيلي تيننباوم كتابا بعنوان حرب العشرين عاما استند الكتاب إلى محفوظات أمريكية تم رفع طابع السرية عنها وتتناول عمليات عسكرية وأمنية تمت في العراق وسوريا وأفغانستان واليمن والساحل ويقسم الكاتبان الحرب على الإرهاب إلى خمس مراحل الأولى بين عامي 2001 و2006 وهي الفترة التي عاقبت اعتداءات القاعدة على نيويورك وقد تم خلالها تفكيك بعض الخلايا الإرهابية المرحلة الثانية بين 2006 و2011 تبنت فيها قوات الدول الغربية نهج مكافحة التمرد الثالثه بين 2011 و2014. في هذه المرحله استغلت الجماعات المتشدده الفراغ الذي احدثه الربيع العربي في بعض الدول فتمدد تنظيم داعش ولا في العراق وسوريا. المرحله الرابعه سعت فيها الولايات المتحده وحلفاؤها الى مواجهه داعش وغيره من التنظيمات الارهابيه. المرحلة الخامسة كانت بين 2017 و 2021 ويمكن اعتبار ما حققته القوات الغربية بالتعاون مع حلفائها المحليين على الارض انتصارا خصوصا في سوريا والعراق ولكن صحيح ان هذه القوات تمكنت من دحر داعش وقتل زعيمها ابو بكر البغدادي الا إن انها لم تنجح في القضاء على هذه التنظيمات نهائيا وهي التي تطل براسها كلما حانت فرصة لها لماذا وكيف تحولت هذه الحرب من مجرد حرب عسكرية وأمنية إلى حرب إلكترونية وإعلامية من دون التخلي عن نهج العنف واستمرار الردع المسلح لهذا النهج؟ عن هذا الموضوع يسرني أن أستضيف من واشنطن الكاتب والخبير في الشؤون الأمنية جون روزاماندو أهلا بك معنا سيد جون شكرا لاستضافتي في البداية دعني أسألك إن كنت تتفق مع هذا التقسيم لمراحل الحرب على الإرهاب الذي ورد في الكتاب الذي أشرنا إليه في البداية. بكل تأكيد أتفق مع هذه المراحل المختلفة في بداية الحرب ضد الإرهاب الحرب كانت تركز على أفغانستان و بعد ذلك العراق وبدأنا بقتال الطالبان في أفغانستان والمتمردين في العراق وحوالي 2006-2007 حصلت التمرد في كلا البلدين وحلفاء امريكا كانوا يحاولون التخلص من هؤلاء الذين ظهروا من خلال التغير في الاداره الامريكيه في 2009 هنا في واشنطن بذلت الجهود من قبل اداره اوباما العمل على تمكين الاخوان المسلمين بالفكره الساذجه مدارها هو انهم سوف يقومون بتحقيق الاعتدال مع هؤلاء الجهاديين بينما ما حصل في 2011 مع الربيع العربي كما ذكرت في كتابي وعمل الأخوان المسلمين في واشنطن وليبيا وكيف عمل الأخوان على تقييم الجهاديين وكل هذه الأمم ومنذ 2014 حصل هنالك تخفيف في المشاركه الامريكيه المباشره في افغانستان وحتى التحالف لهزيمه داعش حقق بنجاح لهزيمه الخلافه ولكن مع ذلك هنالك اعضاء من اصحاب هذه الايديولوجيا الذين يبرزون بين الحين والاخر وفي افغانستان طالبان تعلموا كيفية استغلال البروباغندا والمعلومات المضللة وداعش أصبحت خبيرة في استخدام الحرب السيبرانية والإلكترونية والأساليب عبر الإنترنت لإقناع وجذب الأشخاص إلى الجهاد هل هناك تصور واضح يعني لماذا الحرب على الإرهاب حتى الآن نجحت في دحر هذه التنظيمات في مناطق كسوريا والعراق ولكنها لم تنجح على الاطلاق في القضاء على هذه التنظيمات، ما زالت موجوده. هي حرب ايديولوجيه بامكاننا الانتصار في المعارك على ارض المعركه مثل هزيمه داعش في العراق وسوريا او حتى في ليبيا ولكن دائما هنالك جماعات مثل الإخوان المسلمين ودول مثل تركيا وإيران التي تدعم هذه الجماعات لوجستيا وماليا ولتحافظ على استمراريتها فلا يمكن أن نهزم الأيديولوجيا ما لم نقوم بتقويض أفكارها هل يتم استغلال التكنولوجيا الانترنت وحضرتك أشرت للحرب السبرانية التي نجح فيها الإرهابيون هل يتم على الجانب الآخر أو من الطرف الآخر استغلال هذه التقنيات لمحاربة هذا الفكر المتطرف برأيك؟ uh, أعتقد بأن هذا حصل ولكن بشكل غير كفو أو فعال من قبل الغرب الغرب لا يدرك ما هي جذور هذه الإيديولوجيات إذا ما نظرنا مثلا مركز الانخراط الدولي في وزارة الخارجية <applause> الذي ابتكر وانشئ لمكافحة هذه الإيديولوجيات المتطرفة الأشخاص هناك لا يعرفون حتى مبادئ الاسلام او كيف يقنعون الاشخاص عن عدم دعم هذه المنظمات الاسلاميه آه يعني انت تقول بانها ايديولوجيا وفكر متطرف احيانا يفشل منظرو هذا الفكر في التعاطي مع المساله بشكل جدي او في نشرها بشكل كبير الا بين فئه الشباب الذي من الصعب ان يعني ترى باي اتجاه سيذهب لماذا برايك تنظيمات مثل داعش والقاعده ما زالت مغريه لقطاع الشباب من اجل الانضمام اليها هل المساله فقط ايديولوجيه ولا هناك اسباب اخرى ايضا هناك أسباب كثيرة أخرى مثل التهميش من قبل مجتمعاتهم، الفساد في أماكن مثل ليبيا وسوريا وأفغانستان على سبيل المثال، هي التي دفعت جماعات مثل القاعدة وداعش جذابة بالنسبة لهم لأنهم يطالبونهم بالعودة إلى الدين ويدعون بجود حكومة أقل فسادا وأكثر كفاءة وهذا أمر جذاب فدائما يشيرون إلى الفساد في المجتمعات ويجدون المهمشين فيها لو أخذنا على سبيل المثال المسألة الأفغانية تحديدا انسحاب القوات الأمريكية من افغانستان واعاده طالبان او عوده طالبان للسيطره على افغانستان الا تشير بشكل واضح وصريح بان هناك فشل من قبل الولايات المتحده الامريكيه فشل غربي في يعني تحسين المستوى المجتمعي لهذه <applause> الدول بحيث تعود حركه مثل طالبان لتحكم افغانستان ان هنالك فشل ولكن الفشل الحقيقي هو في مواجهة باكستان المنظمات الاستخباراتية وفرت التمويل أو التدريب للطالبان هناك المشكلة الأكبر التي دائما واجهها الغرب هي في عدم التعاطي مع الدول التي تقف وراء هؤلاء الجهاديين وحتى إيران هل يعني هناك من قال بأنه قد تكون حركة طالبان عملت مراجعات لأفكارها في فترة العشرين عام الماضية ولذلك يعني العالم الآن يريد أن يراقبها كيف ستحكم أفغانستان لكن الفيديوهات والأشرطة التي نراها كيف تتعامل طالبان حتى الآن مع المجتمع الأفغاني تفيد بأن لا مراجعة حصلت ما الذي ما الذي سيجعلنا قادرين على الحكم على حركة مثل حركة طالبان وإدارتها لدولة مثل أفغانستان؟ يجب أن نتعامل مع مشكلة القيادة الجاهلة في الغرب هنا في الكثير من الأكاديميين الذين يظنون بأننا نستطيع أن نتعامل بشكل منطقي مع الأجنحة السياسية لهذه المنظمات الأرهابية وفقاً للقيم الغربية وهنالك بعض الجهود في الغرب لتسمية كل من يهتم بأديولوجيا الطالبان داعش والقاعدة والأخوان المسلمين ويصيغهم على أنهم كارهين ومبغضين فما لم ندرك أن هنالك مشكلة فلنتمكن من الوصول إلى حل طيب. لكن عندما حضرتك أشرت في أكثر من مرة إلى الدول التي تدعم مثل هذه الحركات لغايات سياسية غايات لها علاقة بالمصالح عندما نتحدث عن تنظيمات متشددة وإرهابية غرب غربيا على الاقل يذهب في تفكيره تفكيرهم الى داعش والقاعده تحديدا ويتم نسيان جماعات اخرى تمولها ايران مثل حزب الله والحوثيين وميليشيات عده في العراق وافغانستان. ماذا يمكن القول عن الجماعات الارهابيه التي تمولها ايران؟ هل يمكن ان نضعها في نفس الخانه؟ بكل تاكيد أعتقد بأنها جماعات إرهابية مدفوعة بالطرف الإسلامي والفارقة بينهم وبين القاعدة وداعش هما أنهم مسيطر عليهم من قبل الحرس الثوري الإيراني وهو يسيطر على شبكات عالمية في الغرب هم خرطون في تجارة المخدرات والنشاطات الإجرامية وكان هنالك تعاطف من قبل اليسار في الغرب تجاه الثورة الإيرانية عودة إلى عام 1979 ويرونها على أنها تقف ضد الإمبرياليين الأمريكان أو الغرب هل هل وصلنا بعد فترة العشرين عام الماضية لتعريف واضح محدد للإرهاب ومن هي التنظيمات الإرهابية حقيقة؟ أعتقد بأن الأمر أكثر غموضا من أي وقت سبق لأن المؤسسات الغربية في حالة النكران فيما يخص المشكلة الحقيقية وهذا يعود إلى التفسير المتطرف والمنحرف للإسلام ولديهم أي مصلحة في مواجهته أو مكافحة الجماعات السياسية التي تدعم هذه الجماعات الإرهابية بالتمويل والبروباغاندا وإلى آخره فالأجنحة السياسية لهذه الجماعات تقوم بالدفع والضغط على مجلس الشيوخ وزارة الخارجية في الولايات المتحدة وكذلك باستخدام وسائل الإعلام لنشر المعلومات المضللة عنهم وبالحديث عن وسائل الإعلام لا يمكن لنا أن نتجاوز هذا التطور التكنولوجي الذي حدث في الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها في مفهوم صار جديد نسمع عنه اسمه الجيش الإلكتروني هل يمكن إلى أي مدى يمكن لهذا الجيش أن يحقق أهداف على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإلكترونية المختلفة؟ يمكن أن تفشل الحروب في تحقيقها، ونحن نتحدث عن أيديولوجيا وفكر وتطرف. <applause> الشيء الذي يميز التواصل الاجتماعي هو أنه يسمح لنا أمكانية الوصول لعدد أكبر من الأشخاص أما في تسعينات القرن الماضي فكانت الأشرطة مسجلة ترسل إلى إلى هذه الجماعات الإرهابية وكانت محدودة أما الآن فبإمكان المرأة مثلا فتح قناة على تيليجرام أو تويتر أو إنستغرام أو أي منصة تواصل اجتماعي وتصل على شرات الآلاف من الأشخاص وتغويهم للانضمام إلى قضيتكم وأنا أسأل عن الجانب الآخر يعني لماذا الطرف الآخر الذي يحارب هذه الأفكار لا توجد له هذه الممارسات الملموسة في مواقع التواصل الاجتماعي وفي والقنوات المختلفة التي يمكن أن تفتح تلجرام أو غيره لدينا شبكات آ... آ... لنشر المعلومات عبر مثلا الواتساب وهذه ايضا يستخدمها بعض الارهابيين ونحن ايضا نعمل على الارض فهنالك ايضا الشبكات بين الائمه المتطرفين الرائجين والمعروفين ايضا يدعمون هذه القضايا طيب أعود, أعود معك للكتاب الذي افتتحنا به هذه الحلقة وهو كتاب حرب العشرين عاما هذا الكتاب تطرق أيضا للتيارات اليمينية المتشددة في أوروبا والتي عادت لتظهر من جديد كردة فعل على تنامي أعداد المهاجرين في القارة العجوز وارتفاع معدلات البطالة إلى أي مدى برأيك يمكن أن يشكل اليمين المتطرف خطر على المجتمعات التي يعيش فيها؟ هل يمكن أن نشهد عودة للنازية مثلا في ألمانيا مع تصاعد حركة النازيين الجدد فيها؟ وأين هؤلاء من فكرة التعريف العام للإرهاب أو الحركات الإرهابية؟ المتطرفون دائما يتغذون على بعضهم البعض اعتقد بان روسيا مصدر اساسي لدعم هذه التيارات اليمينيه في اوروبا لا ارى اعاده ظهور المانيا النازيه في اوروبا ربما هجمات ضد المهاجرين أو ضد المهاجرين الجدد في هذه المجتمعات الأوروبية ولكنني لا أرى جماعات أو خلايا مثل داعش أو جماعة جهادية أخرى ستكون نشطة في أوروبا شكرا جزيلا لك ضيفي من واشنطن الكاتب والخبير في الشؤون الامنيه جون روسموندو شكرا جزيلا وفاصل قصير نتابع بعده هذه الحلقه من البعد الاخر أهلا بكم معنا من جديد نتابع وإياكم حلقة اليوم المخصصة للحرب على الإرهاب وجردة حساب بعد مرور عقدين عليها توقع تقرير لجامعة براون الأمريكية أن تصل كلفة الحرب على الإرهاب التي بدأت قبل عقدين إلى 6.7 تريليون دولار بحلول عام 2023 إذا أوقفت الإدارة الأمريكية عملياتها العسكرية قبل هذا التاريخ كما يقدر عدد الجنود الامريكيين الذين قتلوا باكثر من سبعة آلاف جندي. لمتابعه النقاش حيال الحرب على الارهاب يسرنا ان نستضيف من بغداد اللواء الدكتور سعد معن ابراهيم رئيس خليه الاعلام الامني اهلا بكم معنا سياده اللواء. اهلا وسهلا يا مرحبا. آه سياده اللواء ال... الذي حصل هو دحر لداعش لكن لم يتم القضاء على داعش حتى الآن والعراق كان من بين أكثر الدول التي دفعت كلفة الحرب على الإرهاب بشريا وماديا، هل هو قادر على مواصلة هذه الحرب بمفرده بدون دعم عربي، بدون دعم دولي؟ آه شكرا لك، طبعا الموضوع مهم جدا والحرب على الإرهاب دائما نقولها لم ولن تنتهي. الحرب على الإرهاب هي الوجه الثاني للحرب على التطرف. وبالتالي التطرف والأفكار السيئة والأفكار الظلامية هي موجودة منذ القدم وموضوع ينتهي هذا الموضوع لا أعتقد أنه في القريب العاجل لا الحرب مستمرة مم. ما يخص العراق فالعراق نعم كان هو رأس الحرب ولا زال في مقاتلة داعش الإرهابي ونعم كان لنا تجربة وتجربة قاسية ولكنها لله الحمد انتهت بانتصار على داعش وتحرير الاراضي العراقيه وكان هنالك دعم دولي وايضا دعم من الاصدقاء وايضا حتى الدول القريبه على العراق في القضاء على داعش بالتاكيد هو للمساعده البلدان ذاتها ومن ثم ايضا مساعده العراق لانه وجود داعش وتمكينه من ارض معينه بالتالي هو يعني تمدده اشبه بالسرطان الى دول اخرى اذا كان الموضوع يذهب بهذا الاتجاه اكتسب العراق خبره كبيره على مستوى المجابهه الميدانيه والخبره التراكميه، الجهد الاستخباري وايضا حتى على مستوى الحرب السيبرانيه ومواجهه بروباغندا داعش واشاعات وغيرها، خاصه انه اذا رجعنا الى نقطه العوده فبدايه داعش كانت هي من خلال ادوات القتال النفسي والحرب النفسيه والبروباغندا التي استخدمت في مدينه الموصل انذاك ومن ثم ذهبت باتجاه المدن الاخرى، وضع العراق يختلف كثيرا من ناحيه الاستعدادات القتاليه واللوجستيه وكل الامور المتعلقه بحربه ضد داعش طيب وبالحديث عن الدعايه احنا بنعرف انه داعش كان يستخدم الفيديوهات والتكنولوجيا من اجل نشر افكاره وعملياته حتى وقطع الرؤوس والحرق هل هذه الفيديوهات ساهمت بانتشاره ولا كان رد رد الفعل عكسي من قبل الجمهور او من قبل المتابعين بحيث اصبح كارهًا لهذا التنظيم يعني خليني اتكلم لك عن التجربه العراقيه م. داعش في استراتيجيتها هو اشاره او توزيع ومحاوله اشاره الرعب والذعر والخوف عند الجمهور من خلال نشر هكذا فيديوهات وبالتالي ان يكون هنالك تاثير نفسي مباشر على الجمهور سواء في المنطقه حتى تكون المنطقه حاضنه او على اقل تقدير لا تكون منزعجه من وجود داعش ارهابي فيها، وفي ذات الوقت ايضا رساله للقوات الامنيه ان لا تقاتل لانه سوف يكون مصيرهم هكذا. في العراق التجربه اختلفت، انا برايي برايي السيكولوجي الموضوع لا، كلما كانت مثل هكذا فيديوهات تنشر كلما زادت نقبه الشعب العراقي وقوات الامنيه على داعش ارهابي وكلما ايضا زادوا اصرارا في مقاتلتهم لكن دعيني اتكلم عن نقطه مهمه تكلم فيها ضيفك وانت اشرت اليها أنه لماذا ندع او يكون هنالك مجال لاستخدام السوشيال ميديا او الفضاء السبراني بصوره عامه من كل الدول لداعش، لماذا يكون هنالك موقع اعماق؟ لماذا يكون هنالك جريده اسبوعيه الكترونيه تصدر عن داعش؟ لماذا يكون هنالك اصدارات ولا يكون هنالك تكاتف حقيقي دولي لمنع وصول مثل هكذا افلام بس هكذا بصراحه ارهاصات الى المتلقي بصراحه، هل داعش نبت شيطاني يعني لوحده ام ان هناك جهات ما زالت تدعم مثل هذا النوع من الفكر وهذه التنظيمات لتستغله في مصالحها السياسية مصالحها التوسعية مصالحها الشخصية في نهاية الأمر يعني هو مش راح يكون بيشتغل لوحده لا انت انت تتكلمين على السياسه العالميه ام العالمية. تتكلمين يعني في في مكان اخر لا لا بتحدث عن السياسه العالميه عن السياسه العالميه واضح انا انا لا اريد ان اتهم الدوله بعينها ولكن اقول ان مثل ما كان هنالك ولا زال تحالف دولي ضد داعش الارهابي وهنالك ايضا على عمل على المجال السبراني، ارى ان هنالك ايضا يجب ان يكون هناك التزام لكل الشركات العالميه الدوليه في موضوع منع نهائي لاي اصدارات لداعش الارهابي من الوصول، يعني ندع حريه الراي جانبا وندع الامور الاخرى في جانب اخر ولكن يبقى هنالك شيء. اليوم الحرب حتى وان كانت هي حرب كونية ضد داعش الإرهابي ولكن ما هي أدواتها أدواتها هي الإعلام كيف تصل رسالة داعش الإرهابي إلى الجمهور لم يكن هناك وسيط ناقل لهذا الموضوع يعني داعش تتلذذ بعد عنده قدرة على الاستقطاب سيادة اللواء بعد لداعش قدرة على الاستقطاب خاصة في جيل الشباب هل ما زال لديه قدرة على الاستقطاب في خطابه الإعلامي؟ تراجع ذلك كثيراً تراجع ذلك كثيرا، وانا اتكلم عن التجربه العراقيه، يعني داعش الارهابي اليوم لا ننكر انه قد تكون موجوده هنا وهناك فراده، لكنها لا تستطيع ان تستمكن ارض معينه، قد يكون هنالك نعم بعض الدواعش المتواجدين يستخدمون بعض الجغرافيا جبال حمرين غيرها صحراء معينه، ولكن عمليه الاستقطاب صعبه، صعبه جدا اليوم او بين قوسين عمليه غسيل الدماغ التي كانت تستخدم في مرحله ليست بهذه السهولة او غسيل الدماغ المباشر والاستقطاب اليوم هي ليست من مثل ما كانت هو ما في شيء ممكن ان يبرر العمليات الارهابيه لكن البعض ذهب القول بانه في في اسباب علينا ازالتها وفكر علينا محاربته قبل الحرب العسكريه. الان في تجربتكم بالعراق هناك الكثر من المعتقلين من خلال التحقيقات مع مقاتلي داعش المسجونين والمعتقلين هل لمستم أنه يحدث عندهم نوع من التوبة نوع من إعادة الأفكار ولا ما زالوا عندهم نفس الأفكار أفكار التطرف يعني سيدتي الكريم يعني خلينا نتكلم بصراحه سابقا هنالك بعض القنوات او بعض وسائل الاعلام كانت وسطيه او ليس بهذا المعنى اي كانت في الوسط لم تكن مع الحق او لم تكن ضد داعش هذا جانب البعض من وسائل الإعلام لا كانت واضحة بنقل الأفكار المسمومة الآن العالم أصبح ذكي بما فيه الكفاية سواء داخل العراق أو خارجه في تشخيص من يكون ضمن دائرة الترويج لداعش إرهابي لذلك انحسار الدور الإعلامي للكثير من وسائل الإعلام والقنوات أيضا ولد فراغ لداعش في أو الإرهابيين في عملية إرسال رسائلهم رسائل الخوف الذعر التجنيد الأيدولوجيا وغيرها هذا من جانب، الجانب الاخر على مستوى العراق اصبح هنالك وعي كبير جدا على مستوى الوزارات الامنيه والدور التثقيفي والتوعوي، اضافه ايضا ضمن هذه الحكومه وحكومه السيد الكاظم السيد رئيس الوزراء على سبيل المثال لدينا استراتيجيه وطنيه اليوم واضحه عراقيه لمكافحه التطرف العنيف، ايضا هنالك لجنه عليا للامن الالكتروني ومكافحه الكراهيه وغيرها من الامور التي لا تدع مكان مجال لأي شخص ممكن أن يستغل حادثة معينة أو موضوع معين ويذهب به بإتجاه تعبئة, تعبئة فكرية صحيح. مضادة للوضع العام. أم. أنتم في العراق أيضا لديك لديكم قضية أخرى على قدر كبير من الأهمية العائلات الأجانب اللي كانوا منتمين لداعش ولما زالوا آآ يعني آآ قانونيا وضعهم مش واضح في العراق البعض ينتقد بأنه وضع هؤلاء في مخيمات جعلهم أو منعزلة بشكل أو بآخر جعلهم أكثر تشددا وأكثر تطرفا مما كانوا عليه خاصة أولئك الذين بلدانهم لا ترحب بهم للعودة إليها من جديد شو وضعهم القانوني يعني سيدتي الكريمه العراق دفع ولا زال يدفع ويصرف آلاف الدولارات على هذه العوائل يعني وخاصة حتى الأطفال الذين كانوا في عمرهم أشهر اليوم أصبحوا عمرهم سنوات المعاملة خاصة صدقي أن العراق يطبق معايير حقوق الإنسان خاصة في الإدارات السجنية يعني من ناحية الغذاء من ناحية الدواء وغيرها بعض الدول استجابت ونعم تحملت المسؤولية كاملة وأخذت من هم موجودين هنا وفق معايير معايير معينة واتفاقيات دولية البعض الآخر كما تقولين رفض البعض الآخر حتى هو اليوم ميكس لا يعرف جذوره هل هو يعني كان زواجه عندما كان الداعش تحت هذه الأراضي ومن هو الأب من هي الأم وكثير من التفاصيل ولكن التعامل هو تعامل وفق معايير المعايير الدولية للتعامل مع الموقوفين والشيء الثاني أيضا موضوعة العلاج النفسي أو عملية التأهيل والدمج المجتمعي هي مستمرة يعني لم تتوقف مم. سيادة اللواء الدكتور سعد بان إبراهيم رئيس خلية الإعلام الأمني في العراق ألف شكر إلى هنا انتهت حلقة اليوم من البعد الآخر يمكنكم دائما متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر فيسبوك ويوتيوب كما يمكنكم الاستماع إلى حلقتنا على العربية بودكاست إلى اللقاء